السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من المحاضرات الخاصة بالفاير فايتنج سيستم. والنهاردة بإذن الله هنبدأ جزء جديد جدا اللي هو خاص بالمخازن. طبعا في تساؤلات كتير جدا خاصة بالمخازن، وإزاي إن أنا أصمم الفاير فايتنج سيستم الخاص بالمخزن. والعملية بتاعت التصميم الخاصة بالمخازن عملية إلى حد ما معقدة شوية، من ناحية الداتا الكتير اللي انت محتاج تعرفها علشان خاطر تقدر انك تحدد الشابتر الخاص بالديزاين او الخاص بالتصميم من خلال الكود اللي هو بتاع ال NFPA او عن طريق اللي هو الجداول الخاص بال FM Global. لكن بإذن الله في الكورس ده أو في الجزء ده إن شاء الله هنحاول نبسط الموضوع بمقدار كبير جدا، بحيث إنك في نهاية المحاضرات بإذن الله هتكون قادر على إنك تعمل ديزاين كامل خاص بأنظمة الحريق للمخازن، وهتاخد في الاعتبارات بتاعتك بعض الأمور اللي إن شاء الله هنستوضحها في المحاضرات اللي جاية. في البداية طبعا بحب أعرف بس هي القصة بتاعت المخازن، وليه الكود بتاع ال NFPA مثلا أفرض ما يقارب من 8 شباتر أو 9 شباتر، اللي هو من تقريبا شابتر 12 إلى شابتر 20. أفرض ليه العدد ده كله من الشابترز أو الفصول اللي هي خاصة بالمخازن، وليه الاهتمام بالخصوص بالموضوع بتاع المخازن والحماية بتاعتها والحماية ضد الحرائق في الأماكن دهية. هنشوف مع بعض كده بعض الفيديوهات التوضيحية اللي هتوضح لي ليه الكود أو الأكواد العالمية اهتمت بالنوع ده من الحرائق أو الأماكن، وبعد كده هنعرف ايه هي الخطوات اللي احنا بنعملها علشان خاطر نعرف الديزاين او نحدد التصميم المناسب للمخزن الموجود عندي. ففي البداية كده هنبص نلا مثلا، وليكن مثلا نشغل فيديو زي كده. ده كان حريق حصل في احد الوير هاوسز او المخازن الموجودة عندي في هوستن في الولايات المتحدة. طبعا الحريق اللي بينتج في المخازن نتيجة للبروبيرتيز او نتيجة للماتيريال الموجودة عندي في المخازن بتبقى بمقدار كبير جدا، فنتيجة لكده فبينتج منها كميات من الحرارة عالية جدا، كميات من الفاير زي ما انت شايف كده كبيرة جدا، كمية من الأدخنة عالية جدا. التخوف الأكبر مش ان هو يحصل الحريق في المخزن بس، ده ممكن الحريق نفسه يمتد إلى المباني اللي حوالين المخزن أو حوالين الويرهاوس ده. اديك شايف من ورا الإزاز اهو البضاعة وهي حصل لها حريق لأي سبب من الأسباب، سواء كان بقى اشتعال ذاتي حاصل في الماتيريال نتيجة لحرارة معينة، أو نتيجة لشرر كهربي داخل المكان، أو نتيجة لسلوكيات بعض الأشخاص داخل المخازن إن هو يشعل نار أو إن هو يولع سيجارة مثلا أو الكلام ده كله. فممكن من سيجارة واحدة تبص تلاقي في كميات من الحريق هائلة جدا، بيصعب عملية التحكم فيها والسيطرة عليها. هديك شايف هم رجال الدفاع المدني، وفي طبعا خراطيم بتاعة المية بيحاولوا يسيطروا على الحريق الموجود عندي. ادي انهيار اهو حصل في الجدران بتاعة الوير هاوس. بيحصل انهيار في الجسم نفسه او الاستراكشر نفسه بتاع الوير هاوس، وده بيبقى من اكبر التحديات الموجودة عندي. فضلا طبعا عن كمية الدخان اللي بتطلع من المخازن ده، هي حتى لو في طيارات اللي هي بتاعة الإطفاء وغيرها بيصعب بالنسبة لها الوصول للسنتر بتاعة الحريق الموجود عندي في المخزن ده. كميات هائلة جدا من السموك اتولدت.
نتيجة الحريق الموجود عنده. واضح طبعا من الحريق دوت ان هو كان طبيعة التخزين اون راك، اللي هي الراكات اللي بتثبت عليها البضاعة او بتحط عليها البضاعة. طبعا على حسب طبيعة المخزن وطبيعة الماتيريال الموجودة فيه بيتوقف عليها طبعا الوقت اللي هو بياخده في عملية الحريق وعملية التدمير بتاعته، كمية الحرارة اللي بتطلع من الحريق ده. يعني ما هتجيبش مثلا الحريق اللي بيحصل وليكن في مخزن بتاع ورق زي الحريق مثلا الخاص بالإطارات بتاعة العربيات، ده بيطلع كمية حرارية معينة، ده بيطلع كمية حرارية أعلى بكتير من اللي هو الحرارة بتاعة الورق. التحكم في ده في الورق مثلا أسهل من التحكم في الحريق الناتج من حريق الإطارات أو الرابرز الموجود عندي في المخازن. فعلشان كده هتلاقي إن الكود بيحدد شروط معينة علشان خاطر تعمل ديزاين مظبوط وانك تطلع كمية من المية مناسبة لطبيعة الماتيريال او طبيعة اللي هي البروبرتيز او الكوموديتي الموجودة عندي داخل المخزن. الماتيريال دي اخدت وقت كبير جدا علشان خاطر احضرها، وان انا اوفر حاجة مبسطة جدا للمخازن من خلالها تقدر انك تفهمها بشكل كبير. وبإذن الله في المحاضرات اللي جاية هنعلن عن مفاجأة كبيرة جدا خاصة بالمخازن، هتسهل عليك بنسبة نقول مثلا من 95 لـ99% من عملية البحث وانك تدور على المعلومة داخل الكود باختيارات بسيطة جدا، انك تقدر تعمل ديزاين كامل للمخزن بتاعك من ناحية اللي هو هيوفر لك الديزاين اريا وهيوفر لك الدينست اللي انت محتاجها ونوعيات السبرينكل كمان اللي انت هتستخدمها باستخدام طبعا الجداول الخاصة بالكود اللي هو ال NLP. كمقدمة للمخازن هنتعرف على بعض الحاجات الخاصة بالمخازن وبعض التعريفات علشان خاطر بعد كده بإذن الله لما ندخل في الجزء بتاع الديزاين يبقى التعريفات أو الديفينيشنز دهيت اللي هنقولها في المقدمة تبقى بالنسبة لك واضحة، ومن خلال فهمك للمقدمة دهيت هتقدر بعد كده تستخدم اللي هي الداتا أو الجداول الخاصة بالتصميم الموجودة عندك في الكود بتاع الـ NFPA 13. هنا بيتكلم اول حاجة عن الاكواد اللي اتكلمت عن المخازن او عن اللي هي الستوريج او اللي هي الوير هاوسز. فاول كود موجود عندي اللي هو ال NFPA 13 والتايتل بتاعه اللي هو الستاندرد فور ذا انستليشن اوف سبرينكلر سيستم، يبقى ده اللي هو الكود الخاص بالرشاشات الخاصة بالحريق. والشابترز اللي هي الدرجة تحتها اللي هي قصة الديزاين بتاعت المخازن عندك في شابتر 5 بتحدد من خلالها الكوموديتي، عندك بعد كده شابتر 12 ان جنرال بيديلك جنرال داتا خاصة بالديزاين للمخازن، بعد كده شابتر 13 مثلا بيديلك اللي هو الميسلينيوس او اللي هي المتعدد المخازن المتعددة، وهنعرف يعني ايه ميسلينيوس ان شاء الله في التعريفات الموجودة عندي. وبعد كده هتلاقي عندك ان في 14 ده بيتكلم عن كلاس 1 لكلاس 4، هنعرف يعني ايه كلاسز ديت وايه هي التصنيفات بتاعت الكوموديتي. معاك لحد شابتر 20 هنعرف باذن الله كل شابتر من الشباتر دهيت ايه هي الديزاين داتا اللي اتوفرت في الشابتر ده وازاي ان احنا نستخدمها وازاي ان احنا نحصل على الداتا الخاصه بالمخزن من خلال الجداول الخاصه بال NFPA. بعد كده لو كان عندي النوع بتاع الماتيريال اللي هو خاص بالتخزين دي عبارة عن flammable and combustible liquids، يبقى هنا مواد سريعة الاشتعال او قابلة للاشتعال اللي هي السوائل زي مثلا مواد كيميائية زي مثلا حاجات زي البنزين، حاجات زي الكيروسين، حاجات اللي هي مشتقات البترول، يبقى ده الكود بتاع الـ NFPA افراد له كود لوحده اللي هو اسمه NFPA 30. وبعد كده في عندي احد المصادر المهمة جدا لتصميم المخازن
وبعض السيفل ديفنسز في بعض البلدان بتشترط عليك انك لما تيجي تصمم مخزن يبقى بتعمل له ديزاين وفقا للاف ام جلوبال. والاف ام جلوبال ده التايتل بتاع اللي هو ميتوال انشورانس كومباني. فميتوال انشورانس كومباني هي عبارة عن شركة تأمين موجودة في الولايات المتحدة برضو. دي بتعمل اللي هي الاختبارات الخاصة بالمخازن الخاصة بالحرايق، وبتعمل اللي هي التأمين للشركات وللمخازن ضد الحرايق. علشان كده حاطين الـ FM Global حاجة كده زي ستاندرد أو موازية للكود بتاع الـ NFPA، بيديلك من خلالها برضو الديزاين داتا اللي هي خاصة بعملية التصميم للمخازن وغيرها برضو من التطبيقات. البرزنتيشن وبإذن الله اللي هي الإكسل شيت اللي هنشرحها بإذن الله في المحاضرات اللي جاية، وكذلك عملية التصميم هتبقى معتمدة بشكل أساسي على الكود بتاع الـ NFPA. وبعد كده هنشرح برضو اللي هي قصة الـ FM Global وازاي نستخدم الجداول بتاعتها. في البداية كده علشان خاطر تقدر انك تعمل تصميم لمخزن او تعمل اللي هي انظمة مكافحة الحريق لمخزن، لازم تجاوب على 6 اسئلة. ايه هما ال6 اسئلة دولت؟ اول حاجة What product you want to store، يبقى هنا ايه هو المنتج اللي انت عايز تعمل له عملية التخزين. هل انت بتخزن مثلا لحوم مبردة مثلا؟ هل انت بتخزن مثلا مواد اللي هي اطعمة مثلا؟ ولا بتخزن وليكن مواد بلاستيكية؟ ولا بتخزن اطارات بتاعت عربيات وغيرها؟ بعد كده What is the type of packaging، ايه هو نوع الباكجينج للبرودكت ده؟ انا دلوقتي عندي البضاعة او عندي اللي هي الماتيريال اللي انا هخزنها. طيب البضاعة والحاجة اللي انا هخزنها دهيت هخزنها مغلفة بايه؟ هل هحطها في كراتين؟ هل هحطها في صناديق خشب؟ هل هتبقى مغلفة انكابسوليتد، هتبقى متغطية بمواد بلاستيكية اللي هي بتغلف البضاعة الموجودة عندي؟ فهنشوف يعني القصة بتاعت الباكجينج. بعد كده What is the storage method، ايه هي طريقة التخزين؟ انا بخزن البرودكت بتاعي او الكوموديتي بتاعتي او البضاعة بتاعتي بانه طريقة؟ هل بخزنها solid build معناه ان هي بتتكون فوق بعضها، ولا palletized يبقى بتبقى على باليتات خشبية او بلاستيك، ولا بتتخزن on rack يبقى على راكات او ارفف؟ بعد كده What is the storage height، ايه هو الارتفاع بتاع التخزين بتاعك؟ لان ده داتا مهمة جدا، بتفرق من كمية مية لكمية مية تانية خالص مغيرة في الكود نفسه. يعني انت عشان تدخل على الجداول بتاعة الديزاين، ودي هنشوفها بإذن الله في المحاضرات القادمة، بيقولك والله انت ارتفاع التخزين بتاعك قد ايه، فوفقا لارتفاع التخزين ده يبقى هنا بيقول لك والله انت تستخدم رشاش الكي فاكتور بتاعه كذا، والرشاش ده هو يبقى المفروض الدنسيتي اللي هتطلع منه هتبقى قد كذا، والمساحة التصميمية اللي انت هتشتغل عليها قد كده. بعد كده What is the ceiling height، ايه هو ارتفاع السقف بتاع المخزن؟ ده برضو عامل من العوامل المهمة جدا، لان انا كل ما زاد عندي الكليرانس او اللي هي المسافة اللي هي ما بين البضاعة اللي انا بخزنها والسقف بتاع المخزن، كل ما كان التحكم في الحريق بيبقى اصعب. ليه؟ لان هنا عندي الرشاش بياخد وقت عقبال ما يحصل له عملية الاستجابة او يحصل له عملية اللي هي الاكتيفيشن الخاصة بي. كل ما كانت المسافة اكبر كل ما كان الريسبونس بتاع الرشاش لازم يبقى اكبر، كل ما كانت كمية المية اللي لازم تطلع من الرشاش هتبقى اكبر عشان تقاوم الحرارة الناتجة من السورس بتاع الفاير، وتقاوم اللي هي الحرارة الناتجة من الدخان او السموك الموجود عندي، وعلشان خاطر تقدر ان هي توصل للبضاعة نفسها وتقدر ان هي تتحكم في الحريق. بعد كده What is the clearance height، احيانا في بعض الجداول او بعض الشباتر بتاعة الديزاين الخاصة بالمخازن في الكود بتاع الـ NFPA بيقولك والله المسافة عندك من البضاعة الى السقف قد ايه. فخلاص انا لو عندي الـ storage height او الارتفاع بتاع التخزين موجود عندي بقيمة معينة، الارتفاع بتاع السقف
بقيمة معينة، يبقى خلاص بطرح الاتنين من بعض، فبعرف اللي هي الكليرانس او المسافة البينية اللي هي ما بين الطب بتاع الاستورج الموجود عندي وما بين ايه، ما بين السقف الموجود الخاص بالمخزن. فادي اهو شرح لكل سؤال من الاسئله دهيت. يبقى تو ديزاين ستورج فاير بروتكشن سيستم يو شود انسر ذا فولوينج كويشن. اول حاجه وات برودكت يو وانت تو ستور، يبقى هل انت بتخزن مثلا اللي هي برطمانات من البلاستيك او مواد بلاستيكيه، بتخزن مثلا مواد اللي هي بتاعه القماش اللي هي الاتواب بتاعه القماش، بتخزن اطعمه مبرده او لحوم مجمده بالشكل ده، بتخزن اللي هي الازاز بتاعه الميه، بتخزن وليكن مثلا بطاريات بتاعة عربيات وغيرها. يبقى ده على حسب نوع التخزين او البضاعة اللي انا بخزنها، يبقى ده لازم ابقى عارف ايه هي البضاعة اللي انا بخزنها داخل المخزن ده، لان هي بتفرق معايا في تحديد الشابتر الخاص بالديزاين او الخاص بالتصميم من خلال الكود، سواء كان الـ NFPA او حتى الـ FM Global. بعد كده السؤال الثاني اللي هو what is the type of packaging، ايه هو نوعية ايه التغليف الخاصة بالبرودكت ده. هل هو كرتون، يبقى هنا انت بتخزن البضاعة بتاعتك داخل كراتين، فالكراتين ده هي حتى نفسها لازم تبقى متوصفة. بمعنى ايه الكراتين ده هي، هل هي سنجل فيس ولا دبل وول، يبقى هل هي سنجل وول ولا دبل وول ولا تريبل وول. يعني هنا السمك نفسه بتاع الكرتون اللي انا هغلف بيه البضاعة بيدخل معايا برضو في الاعتبارات اللي هي بتاعة التصميم. يعني تبص مثلا ان انت وليكن مثلا، يعني اللي هقوله دوت يعني شوية سابق لأوانه، في التصنيفات وليكن او الكوموديتي اللي هي بتاعتي بنصنف وليكن مثلا اقل حاجه في البضاعه اللي انا بصنفها اللي هي كلاس 1. فلو انت مثلا استخدمت كرتون بدل ما انت استخدمت مثلا سنجل وول، استخدمت وليكن دبل وول او تريبل وول، يرفع على طول معاك درجه الكوموديتي من كلاس 1 لكلاس 2، يعني كميه الميه هتبقى ايه، هتبقى اكبر. فعملية الرفع من تصنيف للتاني الخاص بالبضاعة اللي أنا بخزنها، يبقى هو ده بي إيه بي بي بيكلفني طولمبة أعلى كفلو، بيكلفني طولمبة أعلى كهيد، بيكلفني فلوس أكبر في إن أنا إيه أجيب برضو اللي هي البايبس بالسايز الأكبر علشان خاطر أوفر المية المناسبة لعملية الإطفاء. فهنا دي من العوامل المهمة جدا، عملية الباكجينج اللي انت بتعملها للبرودكت ده. يبقى هل هي كرتون، يبقى متخزنة داخل كراتين، والكراتين ده هي نفسها هل هي سنجل وول او دبل وول او تريبل وول، ولو انا مش عارف يبقى باخد ايه دايما الاعلى. بعد كده الودن بوكس اور كريتس، يبقى هنا هل انت بتخزن البضاعة داخل مثلا صناديق خشبية زي ما انت شايفها بالشكل ده، او حاجه اسمها سلاتد بوكس، ده هي بتبقى برضو صندوق خشبي بس بيبقى مفتوح بالشكل اللي انت شايفه في الصوره ده، ولا الحاجه الثالثه اللي هي نوع الباكجينج عباره عن شرينك رابد. يعني ايه شرينك رابد؟ اللي هو بيبقى فيه نوع من البلاستيك اللي انت بتستخدمه في عمليه التغليف، تمام، بيسموه في مصر هنا اللي هو بيسموه ايه استرتش، تمام، او اللي هو عملية التغليف الخاصة بالبضاعة او الخاصة بالاطعمة. بيبقى فيه هنا بكرة، البكرة ديت عبارة عن بلاستيك شفاف، فبيغلف بيها البضاعة زي ما انت شايف كده بحيث ان هي تبقى بلوكة على بعضيها او بل على بعضيها، بحيث ان هي تتحمل بعد كده داخل العربيات علشان يتعمل لها بعد كده عملية التوزيع. فبرضه هنا عملية الشرينك راب او عملية التغليف هنا بتدخل معايا في الاعتبارات اللي هي خاصة بالتصميم. بعد كده بيبقى هنا عندي اللي هو الطبيعة بتاعت التخزين او what is the storage method، اللي هي طريقة التخزين نفسها، انت بتخزن البضاعة ازاي. فالتخزين او طريقة التخزين هنا برضو بيوفر لك او اكتر من طريقة خاصة بالتخزين طبعا وفقا للبرودكت اللي انت بتخزنه.